توج فريق نادي النجدة بالمركز الأول لبطولة أندية العراق بالمواي تاي، فيما حل فريق نادي النفط الجنوب ثانيا في المنافسات التي شارك فيها 114 لاعبا من 21 ناديا يمثلون 6 محافظات. على مدار 3 أيام من المنافسات العالية المستوى، وصلت بطولة أندية العراق بالمواي تاي لختامها، والتي شارك فيها 21 ناديا يمثلون 6 محافظات، وهي بغداد وبابل وكربلاء والسليمانية والبصرة وميسان. أوزان مختلفة دخلت حلبة المنافسة، قدم فيها المشاركون نزالات شرسة يطمحون خلالها لنيل المراكز الأولى المؤهلة للدخول ضمن قائمة المشاركات الخارجية مع المنتخبات الوطنية. بعد أن نالت رياضة المواي تاي الاعتراف الرسمي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وننتظر أن تكون ضمن صفوف برنامج الألعاب الأولمبية، اليوم حقيقة شارك 21 نادي في بطولة أندية العراق و114 لاعب، حقيقة بطولة قوية وحدث قوي جدا. حضور جماهيري كبير لعشاق لعبة المواي تاي واكب النزالات ل114 لاعبا أمتعوا الحاضرين بمهارات فنية، منهم من خرج خاسرا ومنهم من توج وحقق حلم مدربيه بالوصول للمراتب المتقدمة. قمنا بتشكيل الاتحاد الفرعي في سليمانية، وشاركنا أول بطولة العراق للمواي تاي بثلاثة أندية، وهما نادي آشتي الرياضي ونادي سيلوان ونادي بينجوين، وحصلنا المراكز المتقدمة. حصلت على المركز الذهبي الأول، المركز الأول، وفضل المدرب يعني صاحب الفضل علي الأول الكابتن عادل الجواد، وفضل نادي نفط الجنوب ومنتخب البصرة وأهلي وأصدقائي. المنافسات الختامية انحسرت بين ناديي النجدة البغدادي ونفط الجنوب البصري، والذي نال الشرف الانفراد بالمراكز الأولى فيها هو فريق نادي النجدة الذي حقق أكثر عدد من الأوسمة في هذه البطولة. من نادي النجدة حققت المركز الأول في البطولة، قدرت أتغلب على نزالات صعبة، وهذا الفوز هدي الشعب العراقي إلى نادي النجدة والمدرب نادي النجدة علي ساهر ورئيس نادي النجدة كابتن مصطفى جبار عليك. كريم درويش، الحرة، بغداد. ألف مبروك لفريق النجدة بالمواي تاي. وبختام هذا التقرير تنتهي نشرة الأخبار الرياضية وتنتهي نشرة أخبار العراق لهذا اليوم. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي وتحيات زميلتي زين سليم. شكرا لك حسام. إذا مشاهدين